الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انا ابن الوطن وابن البلد، وكنعتقد ان عودتي الحمد لله يعني بالنسبه لي انا شخصيا فرحان بزاف، واللهم لك الحمد ان شاء الله. اتمنى ان المباريات المقبله تكون افضل حال ان شاء الله، لما لا شاء الله فوز ومفرح للشعب المغربي ان شاء الله. فوز مهم تتظاهر للمنتخب الوطني المغربي قبل المقابلات ديال كرواتيا؟ الحمد لله اكيد ان هذا الفوز غادي يعطي واحد الصحه معنويه لينا. جميع اللاعبين الحمد لله جاهزين، 26 لاعب جاهز للمباراه المقبله اللي غادي تعتبر سفيان. كابتن دقيقه والله بس.